السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض الدرس الثالث في الوحدة السابعة من كتاب جيم. وقبل ما نبدأ، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحتنا على الفيسبوك اسم الصفحة سر السعادة. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لي listen and repeat، استمع واكمل واستمع وردد. اول كلمة عندي ذرة، كورن. كورن زي ما احنا متعودين بنقسم الكلمة سي او ار ان. حصان، هورس. هورس اتش او ار اس اي. رياضة، سبورت. سبورت اس بي او ار تي. 40، فورتي. فورتي اف او ار تي واي. شورت، شورتس. شورتس اس اتش او ار تي اس، طبعا الاس اتش بتنطق شين. شورتس اس اتش او ار تي اس. نجمة، ستار. ستار اس تي اي ار. حديقة عامة، بارك. بارك بي اي ار كي. فن، ارت. ارت اي ار تي. سيارة، كار. كار سي اي ار. زراع، ارم. ارم اي ار ام. حديقة منزل، جاردن. جاردن جي اي ار دي اي ان. مزرعة، فارم. فارم اف اي ار ام. برطمان، جار. جار جي اي ار. بعد كده بقول لي ريد اند ماتش، اقرا وصل. نمبر 1 كورن، الذره هنوصلها بصوره الذره. نمبر 2 كار، هنوصلها بصوره العربيه. نمبر 3 هورس، هنوصلها بصوره الحصان. بعد كده براكتس تمرينات على الدرس الثالث. نمبر 1 بيقول لي listen and number the picture، اقرا ورقم الصور. نمبر 1 عندي ستار. نمبر 4 بعد كده كورن يعني ذره. نمبر 3 بعد كده جاردن، حديقه، حديقه منزل. نمبر 1 بعد كده 40. نمبر 2 بعد كده بيقول لي read and match، اقرا وصل. نمبر 1 شورتس يعني شورت، هنوصلها بصوره الشورت، الصوره الثالثه. بعد كده ارم، ذراع، هنوصلها بالصوره الاخيره. بعد كده هورس يعني حصان، هنوصلها بالصورة التانية. بعد كده كار، عربية، هنوصلها بالصورة الأولى. نمبر 3 بيقول لي لوك اند سيركل، انظر ده دائرة. نمبر 1 دي صورة سبورت يعني رياضة. نمبر 2 صورة فارم يعني مزرعة. نمبر 3 صورة الجاردن يعني حديقة منزل. بعد كده نمبر 4 جار يعني برطمان. نمبر 4 بيقول لي لوك اند رايت ذا ميسنج ليترز، انظر واكتب الحروف الناقصة. نمبر 1 ارت يعني رسم، ناقص حرف الاي والار. بعد كده ستار، ناقص حرف الاي والار. نمبر 3 هورس، ناقص حرف الاو والار. نمبر 4 40، ناقص حرف الاو والار. بعد كده بقول لي ان سكريبل اند رايتر، ترتيب اكتب الكلمات. اول كلمه عندي كار سي اي ار. بعد كده جاردن جي اي ار دي اي ان. بعد كده رياضه سبورت اس بي او ار تي. بعد كده شورتس يعني شورت اس اتش او ار تي اس. بعد كده بقول لي لوك اند رايت، انظر واكتب. اول كلمة عندي جار جي اي ار. تاني كلمة ذرة كورن سي او ار ان. تالت كلمة عندي ارم اي ار ام. رابع كلمة عندي هورس اتش او ار اس اي. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح الدرس الثالث في الوحدة السابعة من كتاب جيم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ما تنسوش تعملوا متابعه على صفحتنا على الفيسبوك اسم الصفحه سر السعاده. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.